ولمن يلجأ إلى الضرب والعنف في حال مشكلاته الزوجية، ارجع اقرأ الآية القرآنية جيداً، هناك حلول قبل الضرب. وإذا اضطريت فللضرب في الدين أصول التزم فيها. يا جماعة، الضرب هدف التوبيخ وطريقته غير مؤذية. على فرض زوج شعر أنه زوجته بتكذب، أول شيء بده يعظها، يجيب لها الآيات والأحاديث اللي بتأكد على حرمة الكذب. طيب العلماء قالوا الضرب إما أن يكون بالسواك وإما أن يكون بالمنديل. والضربات بدهاش تزيد على 10، بدهاش تزيد على 10 ضربات، ليس بالعصا أو بالبربيش. لا يضرب الوجه، لا 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 يضرب الوجه. بعدين لما بدنا نضرب بالمنديل أو بالسواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني بدك تضرب، اضرب على الرجل، اضرب على الظهر، اضرب على الأماكن اللي ما بتظهرش للناس، اللي هو إيه، بشكل دائم. الله سبحانه وتعالى قال وعظوهن واهجروهن واضربوهن، يكونوا أعلى منك في المجتمع يعني كذا، لكن هذه أصبحت زوجة لك وهي تحت إمرتك وتحت كنفك لتتقي الله فيها. وعظوهن واهجروهن. الهجر يعني يكون في 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 المضجع، تتسأل لماذا، يخبرها انك انت احدثت خطا وانا منه زعلان وكذا، قد يعني يتراد في هذا بعض الوعظ والهجر. الضرب، والضرب غير المقبح، مش ضرب زي ما بسمع شرطه وبكسر ايد وبسيل دم وبقبح الوجه، لا. الضرب ليس بمعنى التشنيع ولا التقبيح ولا الاساءه ولا الاذلال، لكن هو الضرب بمعنى يعني كمزاح، كمزاح، يضربه كمزاح، ليس ضربا يكسر عظما ولا يقبح وجها ولا يشتم ولا آخره. فهذا هو الضرب يعني بمعنى تذكير، بمعنى أن لا زالت العلاقة المحبة والمودة التي أمر الله بها بيننا. جزء من هويتنا هو قتل النساء مثلا، قتل النساء، ضرب النساء. هون أنت عم بتعمم. لا هون مش عم بعمم، مش عم بعمم، مش الكل بنفس الخوف. خلص لك الجملة. جزء من هويتنا الاعتداء على المرأة، وهي الجزء لازم احنا نعترف فيه. فعندنا الهوية الفلسطينية فيها أشياء جميلة، فيها أشياء صلنا مئات السنين ماخدينها من الهوية من الحضارة العربية، اللي هي بتسيء للفرد وبتسيء للإمرأة. بس عندنا نأخذ بس آخر كم شهر كم إمرأة قتلت في اللد والرملة وعكة وغيره وغيره، يعني هذا جزء من هويتنا. الأمر الآخر والذي يعاب علينا موضوع الضرب. أولا الضرب هو ضرب غير مبرح، وكما قال الفقهاء هو أن يضربها بمنديل. البعض قال طب ما الفائدة من ذلك؟ قال لك يا أخي القضية قضية علاج نفسي وليس قضية أمر حسي يعني أن تضرب. قال لأنه الزوجة إذا شعرت أن زوجها رفع يده فقط عليها تتأثر، إذا كانت من ذوي الإحساس الكبير. لذلك لا يفهم أحد أنه يجوز أن تضرب الزوجة بالعصا، أن ينزل دمها، أن تضرب على وجهها، إنما هو إشارة فقط على اعتبار أنك أيتها الزوجة أصبحت بحاجة إلى الضرب، ولذلك لا تحوجيني مرة أخرى.